بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل موضوع الدي ان اس. احنا اتفقنا مع بعض ان الدي ان اس بيتسطب معايا وبينزل معايا لما انا بنزل السيرفيس اللي اسمها الاكتيف دايركتوري، صح؟ وقلنا ان 99% من الدومين كنترولر بتاعي هو الدي ان اس. من غير الدي ان اس ولا هعرف انزل دومين كنترولر ولا هعرف اعمل نتورك. ليه؟ لاني الدي ان اس بالنسبه لي ريسورس لوكيتور. كلمه ريسورس لوكيتور يعني معناها عنده معلومات عن كل الريسورسز اللي موجوده عندي. الدي ان اس بيعرف المعلومات اللي موجوده في الريسورسز منين؟ نتيجه ان كل جهاز في النتورك عندي بيروح يسجل نفسه جوه الدي ان اس بالسيرفيس اللي هو بيلعبها، صح؟ يعني لو جهاز عادي معلوش اي سيرفيسز ولا شغال عليه اي حاجه، كبيره هيروح يسجل نفسه في الدي ان اس بتاعي، بيروح يقول له ايه؟ بيروح يقول له انا اسمي فلان والاي بي بتاعي كذا. طبعا ده في الحته بتاعت الفورورد لوك اب زون. طب في الريفرز لوك اب زون العكس، هيروح يسجل نفسه هيقول له انا الاي بي بتاعي كذا والنيم بتاعي كذا. فول كواليفايد دومين نيم، تمام كده؟ فبص لي هنا، اول ما انا ما بنزل الدي ان اس وسطبه بيعمل لي حاجه اسمها زون. الزون دي اللي هي بيبقى اسمها باسم الدومين اللي انا بنزله، مش انا بختار الدومين بتاعي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش انا بختار الدومين بتاعي، خلاص؟ فهو بيسمي لي الزون باسم الدومين بتاعي، تمام كده؟ ولابد علشان اليوزر، اتفقنا مع بعض، علشان اليوزر ينزل تحت زون بعينها، لابد ان لما تيجي هنا كده تقف على ماي كمبيوتر وتجيب البروبرتس بتاعتك، كمبيوتر نيم تشينج مور. هتبص تلاقيه بيقول لك ايه؟ ان الزون اللي انا هنزل تحت منها او البرايمري دي ان اس بتاعي سي سي جي دوت لوكال، صح؟ او على كارت التي سي بي اي بي برضو بتلاقي ايه؟ بتلاقي هنا كده بيقول لك ريجستر ذيس كونكشن في الدي ان اس، صح؟ او ممكن انت تقول له يوز كونكشن للسافكس دي ان اس بتاعك، وتبدا ان انت تدي له ايه؟ اسم الزون اللي انت عايزها، صح؟ ده كده علشان الجهاز يروح يريجستر نفسه او يعمل اوتوماتيك ابديت، بيسموها دايناميك ابديت جوه الدي ان اس، سجل نفسه اوتوماتيك، صح؟ الكلام ده لو الجهاز بتاعي فوق ال 2000. طب اقل من ال 2000 قلنا يا اما تعمل له مانوال ريكورد، يا اما تعمل عمليه الانتجريشن اللي بتتم ما بين الدي اتش سي بي والدي ان اس، علشان الراجل ده لما يجي ياخد اي بي من الدي ان من الدي اتش سي بي يروح يسجله في الدي ان اس، صح؟ واتفقنا مع بعض ان عمليه الاوثنتيكيشن بتاعتي، ان علشان يوزر يخش على الدومين كنترولر عندي، هو ما بيحتاجش الدي ان اس في اي حاجه غير ان الدي ان اس يفهمه مين هو المسؤول عن عمليه الاوثنتيكيشن. البروتوكول بتاع الاوثنتيكيشن اللي هو الكيربوس، صح؟ عايز اسيرش جوه الاكتيف دايركتوري او ادور على شير فولدر، ادور على برينتر، البروتوكول المستخدم اسمه ال ال دات، صح؟ كل وظيفة الدي ان اس ان هو بس يقول لي المسؤول عن ال ده فلان، المسؤول عن الاوثنتيكيشن فلان. فانت كيوزر هنا، بص، لو انا جيت دلوقتي هنا كيوزر نعمل لوج اوف، وتعالى كده ندخل اليوزر ده لوكال كده. اليوزر ده داخل ايه؟ لوكال. هل وانا داخل لوكالي معنى كده ان انا اليوزر نيم بتاعي هيكون موجود فين؟ في السام فايل. هل انا هستخدم الدي ان اس او هروح اسال الدي ان اس اقول له هو السام فايل بتاعتي موجوده فين؟ ولا ليه علاقه بالدي ان اس خالص، صح؟ ايه؟ مش ما بيفهمهوش، هو ملوش علاقه، ده السام ده حاجه لوكالي. انما انا بحتاج لما اوزنتيكيت عن طريق الاكتيف دايركتوري بحتاج اعرف مين هو المكنه بتاعت الاكتيف دايركتوري. انما لوكالي ما فيهاش مشكله، فاهم؟ فانت لو جيت هنا وركز معايا اهو، بص، لو جيت هنا كده فتحت السي ام دي وكتبت له ست، هبص تلاقي الراجل ده لما جه عمل لوجن عمل عن طريق ايه؟ المكنه دي اسمها ايه؟ اتش ار داش محمد. اهو لو جبت البروبرتس بتاعتها اهو، اتش ار داش محمد، صح؟
فانا لما جيت عملت لوجن، عملت لوجن عن طريق السام فايل بتاعي خلاص. اللوجن سيرفر، اللوجن سيرفر بتاعي، مين اللي عمل لي عملية اللوجن، فاهم؟ فهنا ايه اللي حصل، عملية اللوجن تمت ازاي؟ تمت لوكالي، ما احتجتش ان انا اروح للدي ان اس واقول له مين المسؤول عن عملية الاوثنتيكيشن، فالدي ان اس يشاور لي على البي سي ومش عارف ايه، واستخدم الكيربروس والكلام ده، كل الكلام ده منتهي عندي، لان انا بلوجن بيوزر موجود عندي هنا، لما اقول له مانج موجود جوه السام فايل بتاعتي، جوه لوكال يوزرز اند جروبس اللي هو الادمنستريتور ده، صح؟ انما بقى بص، لو انا جيت دلوقتي كده وقلت له لوج اوف، ان انا دلوقتي الراجل ده لما جه عمل لوجن، عمل لوجن عن طريق السام فايل، صح؟ فيوزر موجود عندي، ولا احتاجت اروح اكلم الدي ان اس، ولا احتاجت اقول له كيربروس، ولا احتاجت اقول له اي حاجه، صح؟ علشان كده لما قلت له ست وريني انت عملت لوجن بمين، قالك ب اتش ار داش محمد، صح؟ انما بقى بص بقى، لو انا دلوقتي عملت لوج اوف، ودخلت باليوزر بتاع الدومين كنترولر، وجيت هنا كده وقلت له ست، تفتكر هيطلع لي مين؟ اللوجن سيرفر بتاعي بقى مين؟ بقى الدي سي، صح؟ فانا كده احتجت ان انا اروح اكلم الدي ان اس علشان اعرف مين المسؤول عن البروتوكول اللي اسمه كيربروس. صح ولا غلط؟ فكده من غير بقى الدي ان اس ما كنتش عارف اجيب العمليه دي، ما كنتش عارف اعمل لوجن، صح؟ ومش الدي ان اس بس، ده انا موجود جوه زون، والزوم بتاعتي هي اللي جواها في التي سي بي هنا، جواها الراجل بتاع كيربروس. فعلشان كده انا فهمته، خلي بالك، عشان انت ممكن، هنشوف قدام، هنشوف ان احنا ممكن يكون عندنا اكتر من زون جوه الدي ان اس. لا مش شرط اكتر من دومين كنترولر، يعني ممكن تعملها نفس الدومين كنترولر اكتر من زون، وممكن يكون عندك اكتر من دومين كنترولر. علشان عايز نيم جديد، هنشوف بقى الكلام ده، عايز اسميه بنيم جديد معايا كده. وصلت؟ الزون بقى بتاعتي دي لو جيت وقفت عليها، سواء هي نوعها فورورد لوك اب زون، سواء هي نوعها ريفرز لوك اب زون، لها خصائص. لها ايه خصائص؟ اول حاجه في الحته بتاعت الدايناميك ابديت، الحته بتاعت الدايناميك ابديت انا عندي ثلاث اختيارات. عندي حاجه اسمها نان، يعني معناها ايه؟ يعني معناها مفيش ولا جهاز يسجل نفسه جوه الداتا بيز بتاعت الدي ان اس، صح؟ نان سيكيور اند سيكيور، معناها ايه؟ اي حد يسجل نفسه في الدي ان اس، سواء جوين الدومين او مش جوين الدومين، صح؟ سيكيور اونلي، معناها ايه؟ اللي جوين الدومين بس هو اللي هنخليه يسجل نفسه، مش جوين الدومين مش هنخليه يسجل نفسه. حلو. وهتبص تلاقي فوق كده عندي حاجه اسمها سيكيورتي. ايه قصه السيكيورتي دي؟ السيكيورتي دي مين من حقه ان هو يشتغل على الدي ان اس او يلعب في الدي ان اس؟ طبعا باي ديفولت ايفري وان بيريده، يعني لو اي يوزر قدر يوصل للدي ان اس بتاعه يقدر يريد. حلو. طب احنا كنا اتفقنا ان في فرق، في عندي حاجه اسمها ايفري وان، وفي عندي حاجه اسمها اوثنتيكيتد يوزر، صح؟ ايفري وان ده اي واحد من الشارع، جوين الدومين مش جوين الدومين، جاي لي من بره، قدر يوصل للدي ان اس بتاعي باي طريقه، خلاص يقدر يريد. اوثنتيكيتد يوزر لازم يكون واخد تيكت من الاكتف دايركتوري بتاعي. فباي ديفولت اليوزر عمل اوثنتيكيتد ليه ليه يوزر نيم وباسورد ستورد جوه الاكتف دايركتوري بتاعي. ايه؟ لا، ايفري وان تفرق عن الاوثنتيكيتد يوزر. بص، ايفري وان دي لما تلاقي ايفري وان في اي شير فولدر، احنا شرحناها في الشيرنج، لما تلاقي في شير فولدر يقول لك ايفري وان، انا اقدر اكتب باك سلاش باك سلاش الاي بي بتاع السيرفر ده فيفتح لي ويدخلني عليه، صح؟ حتى لو انا جاي له من مكنه اوركو جروب،
ايه؟ حلو، هيقول لك انت مين، فاهم؟ هتدي له يوزر نيم وباسورد موجودين جوه الاكتف دايركتوري عشان يفتح لك الشير فولدر ده، صح؟ او ممكن يكون الفايل سيرفر بتاعك فتدي له يوزر نيم وباسورد موجودين لوكالي على الفايل سيرفر. حلو كده؟ وتخش باي يوزر تاني، باليوزر اللي انت عامل عليه لوجن تقدر تاكسس اي شير فولدر، لانه ايفري وان اي حد، غير لما اقول لك اوثنتيكيتد يوزر. يعني لما اجي على شير فولدر او اجي على حاجه اقول لك ايفري وان ده اي حد، كلمه ايفري وان ده اي حد، اي بني ادم موجود. اوثنتيكيتد يوزر لازم يكون واخد يوزر نيم وباسورد وتيكت من الاكتف دايركتوري بتاعه، مش من بره الدومين، فاهم؟ فعلشان كده هو هنا بيقول لك ايه، ايفري وان يريد، صح؟ انما الاوثنتيكيتد يوزر من حقهم يعملوا ايه؟ يكرييت اول تشايلد اوبجكت. يعني ايه اول تشايلد اوبجكت؟ ما الريكورد ده الاي ريكورد او البوينتر ريكورد ده اسمه تشايلد اوبجكت جوه الداتابيز بتاعتي. فعلشان كده افري الاوثنتيكيتد يوزر يقدروا ان هم يكرييتوا تشايلد اوبجكت. معايا كده؟ طبعا انا ممكن اضيف يوزر من اي يوزر، ممكن مثلا اجي هنا واقول له ام سرحان، واحنا اصلا ما عندناش يوزرز، صح؟ عندنا يوزر؟ لا ده شلناه من زمان ده يا عم. ماشي، هنكريت يوزر. ممكن بقى تيجي هنا كده على الداتابيز بتاعت الدي ان اس وتقول له انا عايز اد محمود وتدي له ريد مثلا، فاهم؟ بس مش منطق ان انا اد محمود وادي له ريد، لان محمود من ضمن ايه؟ من ضمن ايفري وان. ما اصل خلي بالك ايفري وان دي ومن ضمن الاوثنتيكيتد، ما هو ايفري وان دي تشمل الناس اللي في الدومين واللي بره الدومين، والاوثنتيكيتد تشمل الناس اللي في الدومين بس. فمحمود ده هتلاقيه في افري وان وهتلاقيه في الايه؟ في الاوثنتيكيتد. انما ممكن تيجي هنا كده وتضيف محمود وتقول له فول كنترول على الدي ان اس، فيبقى كده محمود ادمنستريتور على الدي ان اس، يعمل كل حاجه. تمام كده؟ زي الديليجيشن، زي الديليجيت بالظبط. فهمت؟ ممكن تدي لواحد فول كنترول، ممكن تدي له ريد رايت. رايت يعني معناها كاريت اوبجكت، الكلام ده كله. حلو؟ التابة بقى بتاعت السيكيورتي دي اللي انت شايفها، لما نيجي هنا كده التابة بتاعت السيكيورتي دي والحتة بتاعت السيكيور اونلي، دول ما بيظهروش في الزون بتاعتي غير لما يكون نوع الزون بتاعتي حاجة اسمها اكتف دايركتوري انتجريتد. هي الزون لها نوع، الزون لها نوع اهو، عندك حاجة اسمها الزون تايب، قلناها المرة اللي فاتت، لو رجعت الفيديو بتاع المرة اللي فاتت هتلاقينا بنتكلمنا عنها هنت كده بسيط. خلاص؟ هتبص تلاقي ان الزون دي لها تايب، لها كام تايب؟ لها 4 تايب، لها حاجة اسمها اكتف دايركتوري انتجريتد زون، برايمري زون، سكندري زون، ستوب زون. ايه؟ تمام كده؟ ما هو اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة الزون تايب. فالزون بتاعتي دي لما بتكون نوعها اكتف دايركتوري انتجريتد زون بيكون لها ثلاث خصائص لا موجوده في السكندري ولا موجوده في البرايمري ولا موجوده في الاستاب. عندنا اربع انواع اكتف دايركتوري انتجريتد، عندنا برايمري زون، استاب زون، سكندري زون، صح؟
لما يكون نوع الزون بتاعتي اكتف دايركتوري انتجريتد زون، معنى كده ان هي ليها ثلاث خصائص خاصين بيها مش موجودين في الثلاثه التانيين. ايه بقى هما الخصائص؟ خلي بالك في حاجه اسمها ريبليكيشن. حاجه اسمها ايه؟ ريبليكيشن. كلمه ريبليكيشن يعني تبادل معلومات، خلاص كده. الريبليكيشن ده بيتم ما بين ايه؟ ما بين الدومين كنترولر بتاعي اللي هو الماستر، وما بين حاجه اسمها اديشنال دومين كنترولر، خلاص. هو الكلام ده المفترض ان هو بيتشرح نظري في الكورس ده وبيتشرح عملي في الكورس اللي جاي، بس احنا النهارده هنشرحه عملي ونظري، فاهم؟ ولما نخش في كورس الاكتيف هنكنسل، هنتكلم بقى عنه ان احنا فاهمينه يعني، عشان بس لو شرحته لك نظري مش هتفهمه. فلما تكون نوع الزوم بتاعتي اكتيف دايركتوري انتجريتد، انا لما بيكون عندي حاجه اسمها ماستر دومين كنترولر اللي هو الدومين كنترولر بتاع الرئيسي ده، وعندي حاجه اسمها اديشنال دومين كنترولر. وظيفه الاديشنال ايه؟ ده صوره تبقى الاصل من الدومين بتاعي، صوره تبقى الاصل من الدومين بتاعي، يعني هو هو زي الدومين، مفيش فرق ما بينهم. اللي بعمله على الدومين بيسمع في الاديشنال، واللي بعمله على الاديشنال بيسمع في البرايمري بتاعي، حلو كده. طيب المفترض ان الاكتيف دايركتوري بتاعي ده، السيرفيس اللي انا بنزلها عشان الجهاز ده يبقى دومين كنترولر، لها حاجه اسمها فور بارتيشن. كلمه بارتيشن يعني ايه؟ يعني قسم. فليها اربع اقسام، حلو كده. كل حاجه حضرتك بتعدلها جوه الاكتيف دايركتوري بتاعك بتعدل في قسم من الاقسام. كل حاجه بتعدل فيها جوه الاكتيف دايركتوري بتاعك بتعدل في قسم من الاقسام. خلينا ماشيين خطوه بخطوه، خلاص. القسم الاولاني ايه؟ القسم الاولاني بيسموه الدومين بارتيشن. بيسموه ايه؟ دومين بارتيشن. الدومين بارتيشن ده خاص بايه؟ خاص باليوزرز، كمبيوترز، او يوز، شير فولدر عامل له بابلش، برنت سيرفر عامل له ليست ان دايركتوري، جروب مكريتها، كونتينر، او يو. كل القصه دي في الحته بلعب فيها جوه الاكتيف دايركتوري في البارتيشن اللي اسمه دومين بارتيشن، تمام كده. وخلي بالك بقى، احنا قلنا الاكتيف دايركتوري كام بارتيشن؟ اربعه، صح. كل بارتيشن من دول ليه كونسول معين بعمل له مانجمنت من خلاله، يعني ليه شاشه ابلكيشن اقدر العب فيها. فالحته بتاعت الدومين بارتيشن الكونسول اللي يخصها اسمه ايه؟ اكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، اللي هو ده. اللي هو من خلاله بقدر اكريت يوزر والعب فيه واعمل الكلام ده، حلو كده. تاني بارتيشن جوه الاكتيف دايركتوري، معنى كده ان اي حاجه ممكن اعملها من الاكتيف دايركتوري يوزرز كمبيوتر تسمى البارتيشن اللي اسمه دومين بارتيشن. الله يفتح عليك، حلو كده. تاني حاجه عندي في انواع الاكتيف دايركتوري بتاعي في البارتيشنز بتاعتي حاجه اسمها السكيما بارتيشن. ايه بقى هي السكيما؟ السكيما دي بتنقسم لقسمين، حاجه اسمها كلاسز واتريبيوتس. كلمه كلاس يعني صنف، اليوزر ده كلاس، الاو يو ده كلاس، فاهم؟ الجروب ده كلاس، صنف. طب ايه بقى الاتريبيوتس؟ اللي هي البروبرتيز بتاعتهم، يعني لما تيجي كده تقف على اليوزر اللي اسمه محمود وتجيب البروبرتيز بتاعته، شايف بقى ده كده الاتريبيوتس دي اسمها اتريبيوتس، دي هي دي السكيما. ايه؟ لا، الكلاس نفسه، الصنف نفسه اللي هو ده محمود، ده يوزر، ده كلاس، فاهم؟ الجروبس دي الاو يو دي كلاس، حلو. لما اجي اعمل جروب ده كلاس، الكمبيوتر ده اللي هو في كونتينر اللي اسمه كمبيوترز ده كلاس. الاتريبيوتس اللي هي كلمه بروبرتس، يعني لما تقف كده على اليوزر دي، مش عارف البتاع ده انا واقف كده ليه فجاه. ها، على بال ما يفك، فهمت؟
فدي بيسموها السكيما بارتيشن. فاي حاجه بقى انا بلعب فيها في الحته بتاعه السكيما دي في البروبرتيز بتاعه اي يوزر، يعني اقول له مثلا لوجن تو، اللوجن اورز بتاعتك تبقى الساعه كذا، لوجن تو الكمبيوتر الفلاني كده، انا بلعب في السكيما بارتيشن بتاعته. تمام كده. تالت نوع او تالت بارتيشن عندي جوه الاكتيف دايركتوري اسمه الكونفيجريشن بارتيشن. اسمه ايه؟ كونفيجريشن بارتيشن. والكونفيجريشن بارتيشن ده خلاص الحته اللي بعمل لها مانجمنت من خلالها اسمها اكتيف دايركتوري سايتس اند سيرفيسز، وهنزهق منها في الكورس اللي جاي. خلاص ان انا هنا بيبقى عندي حاجه اسمها سايت، وكلمه سايت ده الفيزيكال لوكيشن اللي اقدر امانج من خلاله عده دومين كنترولرز. فاكرين لما كنا بناخد الجروب بوليسي كنا بنقول ممكن نطبقها على ايه؟ على سايت، صح؟ فهنا السايت الدومين كنترولر اللي حضرتك بتنزله بينزل تحت السايت الفلاني. يعني انا عندي في السايت ده ايه؟ دي سي. لو عملت تشايلد مثلا ونزلته في نفس السايت ده ينزل تحت منه، لو عملت تري في السايت ده ينزل تحت منه. فبعمل مانجمنت لعده دومين كنترولرز وتم عمل اللي بيسموها عمليه الريبليكيشن، تبادل المعلومات ما بينهم من الحته دي. لو موجود تحت نفس السايت لا، ولو في سايت تاني برضو بيبقى ايه؟ تراستد. كلام هناخده في كورس الاكتف. ماشي. اخر بقى نوع من اقسام الاكتف دايركتوري اللي هو الابلكيشن بارتيشن، وهو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده. ابلكيشن بارتيشن اللي هو الدي ان اس، وده بيبقى اوبشنال. يعني ايه اوبشنال؟ الخاصه بالدي ان اس بس، ده بيبقى اوبشنال. يعني ايه؟ يعني ممكن الاكتف دايركتوري بتاعي يبقى 3 بارتيشن بس، وممكن اخليه 4 بارتيشن. واحد يقول لي يعني ايه اخليه 3 بارتيشن؟ لو انا نوع الزوم بتاعتي اي حاجه غير الاكتف دايركتوري انتجريتد. يبقى كده انا اللي عندي الاكتف دايركتوري 3 بارتيشن بس، والدي ان اس فصلته بقى حاجه لوحده. معايا يا باشمهندس؟ تمام كده. انما لو نوع الزوم بتاعتي اكتف دايركتوري انتجريتد، يبقى معنى كده ان الداتابيز بتاعت الدي ان اس ستورد جوه الاكتف دايركتوري. يعني ايه ستورد جوه؟ يعني جواه. يعني انا دلوقتي لما باجي اعمل عمليه ريبليكيشن، تبادل معلومات، خلاص بنقل المعلومات للاديشنال دومين كنترولر بتاعي في الحته اللي اسمها دومين بارتيشن، والحته اللي اسمها سكيما بارتيشن، والحته اللي اسمها كونفيجريشن بارتيشن. واجي عند الحته اللي اسمها ابلكيشن بارتيشن وابص، لو نوع الزون بتاعتي انتجريتد زون، خلاص هننقل الدي ان اس كمان. لو نوع اي حاجه تانية مش هننقل الدي ان اس. علشان كده لما باجي اقول له تشينج هنا في الزون تايب، بيقول لك ايه؟ بيقول لك دي افيلابل اونلي لو الدي ان اس بتاعك هو الدومين كنترولر. ليه بقى؟ علشان الزون دي موجوده فين؟ ستور جوه فين؟ جوه الاكتف دايركتوري، داخله جواه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص، لو انا جيت الستارت منيو هنا كده فتحت اللي هي تحت الانتي دي اس. يعني بص، لو انا جيت دلوقتي كده فتحت السي ويندوز سيستم 32 دي ان اس، في هنا عندي حاجه اسمها سي سي جي دوت لوكال. يعني عندي حاجه اسمها داتا بيز؟ ما عنديش. ليه؟ امال فين الداتا بيز؟ دي الداتا بيز مش موجوده هنا. امال موجوده فين؟ موجوده جوه الاكتف دايركتوري. تفهم؟ علشان نوع الزون بتاعتي انتجريتد زون، علشان نوع الزون بتاعتي انتجريتد زون. فتاني بقى
لما يبقى التايب بتاعي والنوع بتاعي انتجريتد زون اكتف دايركتوري انتجريتد زون، معنى كده ان انا عندي ثلاث خصائص تميز هذه الزون. اول خاصيه ان في الحته بتاعت الديناميك ابديت سكيور اونلي موجوده فيها، اي زون تانية ما بيبقاش فيها سكيور اونلي، بيبقى نون سكيور اند سكيور ونون، يعني يا كل من هب ودب يسجل نفسه في الدي ان اس يا ما حدش يسجل نفسه. الحته بتاعت السكيورتي مش موجوده غير مع الانتجريتد زون. حلو. في جنرال هنا عمليه الريبليكيشن، حاجه اسمها ريبليكيشن بقى تبادل المعلومات، بتتم تبادل المعلومات وانت تبدا تختار انت عايز تريبليكيت مع مين بقى، تريبليكيت مع الفورست كلها ولا مع الدومين اللي اسمه سي سي جي، يعني لو عندك منه اديشنال. كل الكلام ده مش هيتم غير لما نوع الزون بتاعتي تبقى انتجريتد زون. طب بص كده، ادي الداتابيز مش موجوده صح، طب تعالى كده نيجي هنا ونقول له تشينج، وانا هخليك برايمري زون. عارف لما اقول له انت برايمري زون اشيل التشيك بوكس ده كده، بدل انتجريتد بقت برايمري زون. طب ايه بقى هي البرايمري زون؟ زون موجود عندي عادي خالص، الناس بتريزولف وشغاله وكيربروس وكل الكلام ده، بس ما بتعملش عمليه ريبليكيشن مع الزون اللي معاها تاني مع الاديشنال دومين كنترول. ليه؟ لان الداتابيز بتاعتها موجوده لوكالي عندي، مش ستورد بقى في الاكتف دايركتوري. بص، فاول ما اقول له اوكي كده اقول لك طيب انت هتحول كده من الزون بتاعتك للزون العاديه، مش هتبقى انتجريتد، اقول له مالكش دعوه، بقت ايه بقى هي؟ برايمري زون صح؟ عمليه الريبليكيشن ايه اللي حصل فيها؟ حلو كده. بص كده افتح الدي ان اس، هل حس بحاجه؟ ما حسش، احنا لسه ما قلنالوش ابلاي، خلي بالك. احنا لسه كل ده ما قلنالوش ابلاي، ان نبص بقى اول ما تقول له ابلاي ايه اللي حصل؟ الداتا بيز اهي بانت اهي سي سي جي دوت لوكال صح؟ ولو جيت بقى ايه فتحت هنا كده البروبرتس بتاعتك قول له بس اوكي، تعالى نفتحه بقى من جديد كده. ها فين التابه بتاعت سكيورتي؟ طب هنا ايه اللي موجود؟ نون سكيور وسكيور ونون، يا اما اي حد يسجل نفسه في الدي ان اس، يا اما ايه محدش خالص يسجل نفسه في الدي ان اس. والداتا بيز بتاعتي موجوده هنا. طب بص بقى انا هنا دلوقتي بص، انا عايز بس ايه، عايز اوريك حاجه. شايف الداتا بيز اهي، بص انا بمجرد دلوقتي ما هاجي كده واقول له تشينج وعايز اكتب ايه، اكتف دايركتوري انتجريتد زون، واقول له اوكي ابلاي، ايه اللي حصل؟ اختفت. اختفت ليه؟ فهمت على طول ان مكانها مش هنا، ده مكانها ان هي تروح في البارتيشن اللي هو اللي اسمه الابلكيشن بارتيشن بتاع الاكتف. ايه؟ لا لا، ده في كل ده في الباك جراوند حضرتك، دي داتابيز موجوده وحضرتك لما بتحب تعمل لها مانجمنت اتفقنا مع بعض بتعمل لها مانجمنت من الكونسول الخاص بيها. ها وصلت ولا ما وصلتش؟ سهله. طيب تعالى بقى نعمل اديشنال دومين كنترولر من الدومين بتاعي ونشوف بقيه الزونز اللي موجوده عندي وندرسها واحده واحده. خلاص؟ طيب.
علشان تعمل اديشنال دومين كنترولر من البرايمري دومين كنترولر بتاعك. هو طبعا احنا بس هناخد كده ازاي تعمل اديشنال، انما الديتيلز بتاعته كلها في الكورس اللي جاي ان شاء الله. خلاص، علشان تبدا تعمل اديشنال دومين كنترولر لابد ان انت يكون عندك اوبريتنج سيستم 2003 او 2008. خلاص، خلي بالك في ال 2008 انا عندي نوعين من الاديشنال، عندي نوعين من الاديشنال. في ال 2003 عندي نوع واحد بس. ايام زمان، عايز بس ارجع بيك لل 2000، ايام ال 2000 احنا كنا بنعمل حاجه اسمها انتي فور باك اب. ده سيرفر كان موجود ايام ال 2000، ايام الويندوز سيرفر 2000، كنت بعمل دومين كنترولر واعمل منه حاجه اسمها انتي فور باك اب. وظيفه الانتي فور باك اب ده ايه؟ وظيفته ان هو يبقى باك اب للاكتف دايركتوري بتاعي، ان كيس ان الاكتف وقع الباك اب يشغل الناس، ولكن الباك اب ده ريد اونلي. يعني ايه ريد اونلي؟ يعني بيقرا بس. في ال 2003 مايكروسوفت عملت طفره في موضوع الاديشنال. عملت ايه؟ عملت ده كان بيسموه سنجل ماستر. في ال 2000 كانوا بيسموه سنجل ماستر، عندي واحد بس هو الماستر. في ال 2003 عملوا حاجه اسمها مالتيبل ماستر. يعني ايه؟ يعني الاديشنال هو البرايمري، عدلت في الاديشنال يسمع في البرايمري، عدلت في البرايمري يسمع في الاديشنال، اي حاجه اعملها في الاديشنال يسمع في البرايمري، اي حاجه اعملها في البرايمري يسمع في الاديشنال. خلاص، ما عدا خمسه رول كده بيلعبهم بس الدومين كنترولر الرئيسي، سهل بنقلهم للاديشنال مانوال وخلاص والعمليه تخلص. في ال 2008 جمعوا بقى ما بين ال 2000 وما بين ال 2003، عملوا لك الاثنين، عملوا لك بقى السنجل ماستر وعملوا لك ايه؟ المالتيبل ماستر. بقى عندك تقدر تعمل اديشنال دومين كنترولر ماستر، تعدل فيه زي ما انت ما عايز، يسمع في البرايمري وتسمعه في البرايمري، يسمع في الاديشنال والاثنين ماستر. وعملوا لك بقى حاجه جديده اسمها ايه؟ ريد اونلي دومين كنترولر. رجعوا الايام الباك اب انتي فور، بقى ريد اونلي. طب واحد يقول لي ايه الحكمه انت تعمل اديشنال وتوجع لنا دماغنا ونجيب سيرفر والكلام ده؟ ان البرايمري بتاعك افرض ولع. احنا دلوقتي لما عملنا ست هنا على دخل على مين ده؟ طب افرض الدي سي مش موجود، خلاص هيعمل لوجن ازاي؟ مش هيعرف. انما لو عندي اديشنال هقدر اشغل الناس حتى لو الاديشنال بتاعي موجود على فيرتشوال ماشين. تخيل انا ممكن انزل اديشنال على فيرتشوال ماشين، اشغل الناس ساعتين على بال ما اظبط الدومين بتاعي، بدل ما الناس ما تعرفش تعمل لوجن. فاهم قصدي؟ الاديشنال كمان مش شرط ان انت تعمله عشان لو الماستر بتاعك وقع الاديشنال يقوم مكانه. لا، انا عندي فرع مثلا في اسكندريه واحنا كلنا دومين واحد، وفي ما بيني وما بين فرع اسكندريه لينكايه، زي لما احنا عملنا الراوتر كده كان في انترنت ما بيننا والفرع ده بيبنج على الفرع ده وبيخش، صح؟ طب الراجل اليوزر اللي قاعد مثلا في اسكندريه عايز يفتح الفايل سيرفر بتاعه اللي في اسكندريه، او عايز افتح شير فولدر موجود عند عمرو اللي قاعد جنب مني. عمرو قاعد جنب مني، عارف الترافيك هتحصل ايه؟ انا كيوزر عشان اعمل اوزنتيكيشن اصلا واخد تيكت، لابد ان انا ابعت اليوزر نيم والباسورد بتوعي لفرع القاهره، وفرع القاهره الاول للدي ان اس، والدي ان اس يوجهني لفرع للدومين كنترولر بتاع فرع القاهره، صح؟ وبعدين اروح ابعت له اليوزر نيم والباسورد، وبعدين هو يرد عليا بتيكت، وبعدين اروح اكلم الريسورسز بالتيكت دي، تقوم الريسورسز رايحه سائله الدي ان اس اللي في فرع القاهره، يقوم قايل لها الدومين كنترولر كذا، تقوم رايحه تاني مكلمه الدومين كنترولر اللي في فرع القاهره تقول له التيكت دي طالعه من عندك ولا لا، صح؟ وبعدين ترجع تتاكد ان التيكت دي فاليد، تقوم رايحه مكلمه الدي ان اس، كان عندنا جهاز اسمه كذا عايزين النيم بتاعه، تقوم الاي بي بتاعه، يوم الدي ان اس موجهه له، يقوم رايح مكلمه الجهاز. كل ده والجهاز جنبي. شفت انا رحت القاهره من القاهره لاسكندريه كم مره؟
فكده اللينكايه اللي ما بين مصر اللي ما بين القاهره وما بين اسكندريه مفحوطه طلعان عينها. طب قال لك نعمل ايه؟ قال لك حط له اديشنال دومين كنترولر او حط له دي ان اس اديشنال بحيث لما يحب يساله يكلم اللي معاه اللي واصل معاه بالسويتش ما يجيليش القاهره يكلمني. فدي وظيفه الدي ان اس، وظيفه الاديشنال دومين كنترولر من احدى الوظائف صح. فلما اجي اعمل عمليه الاوزنتيكيشن اعمل اوزنتيكيشن منين؟ من السيرفر اللي معايا مش في السيرفر بقى اللي في القاهره. يعني انا باجي مثلا انا في القاهره بعمل اديشنال على السيرفر الموجود في اسكندريه جنب في القاهره. خلينا اقوم اضربك بقى ولا ايه؟ يا ابني انا دلوقتي في اسكندريه وفرع اسكندريه، احنا 50 موظف في فرع اسكندريه خلاص، وكلنا دومين واحد. ال50 موظف دول هروح اجيب لهم اديشنال دومين كنترول واحطه لهم في اسكندريه معاه. فلما يجي واحد عايز يعمل عمليه الاوزنتيكيشن يعمله من خلال فرع اسكندريه. اه طبعا ما هنشوف بقى. ها فهمت؟ فبدل ما انا ما اروح اعمل عمليه الاوزنتيكيشن دي اعملها عن طريق فرع القاهره، لا ما انا بعملها من السيرفر اللي معايا. بدل ما يكون السيرفر الوحيد اللي موجود في القاهره بعمل اديشنال جنبهم يعملوا، الله يفتح عليك، يعملوا الاوزنتيكيشن وياخدوا منه تيكت ويبقى ليهم الدي ان اس الخاص بيهم وكل الكلام ده، واحنا كلنا دومين واحد. وصلت؟ فاحنا الاديشنال بتاعنا اللي احنا هنعمله ده هيبقى ماستر برضو. هيبقى ايه؟ ماستر. فانا هاجي هنا واظبط الاي بي هات. ايه؟ ما هو لا ما هيبقى برضو هيبقى برضو هيبقى ماستر، يعني لو عدلت عليه حاجه هتسمع هناك في بتاع القاهره. اه بص لو جيت دلوقتي اهو انا مديله ايه؟ 192 168 1 201 خلاص كده؟ وطبعا لازم تشاور له على الدي ان اس بتاع اللي هناك. مش شرط بقى الاديشنال دومين كنترولر يكون جوين الدومين، يعني الاديشنال ده ماله؟ ورك جروب صح؟ مش شرط ان انا اجي هنا كده واقول له انت هتجوين الدومين، هو بمجرد ان انا هقول له انت هتبقى اديشنال دومين كنترولر هيعمل لي الخطوه دي، هيبقى اديشنال وفي نفس الوقت هيجوين الدومين. وطبعا ده هيبقى دومين كنترولر عندي، فلو دخلت هنا في سيرفر مانجر هو اديشنال بس هيبقى موجود عندي كانه دومين كنترولر. لو دخلت هنا في الكونفيجريشن هتلاقي اللي هي الحته بتاعت اللوكال يوزرز اند كمبيوترز اند جروبس صح، اللي هي السام فايل صح، برضو السام فايل هتتشال من عليه. اتفقنا مع بعض ان بمجرد ما بقول لده انت هتبقى دومين كنترولر السام فايل بتتشال صح، برضو الاديشنال السام فايل هتتشال. اه ما هو خلاص بقى دومين برضو. اه اي دومين كنترولر ما بيبقاش عنده سام فايل. ايه لا الممبر سيرفر اللي هو نازل عليه اوبريتنج سيستم سيرفر وجوين الدومين بيبقى عليه لوكال يوزرز اند كمبيوترز والستاند الون برضه عليه والستاند الون. لو دخلت هنا بقى في الران ازاي تعمل اديشنال دومين كنترولر؟ سهل، تكتب دي سي بروم اي دومين كنترولر عايز تعمله بتكتب ايه؟ دي سي بروم. دلوقتي بقى انت عارف هنا لما تيجي كده في الدي ان اس بتاعنا تي سي بي هو مين المسؤول عن الكيربروس صح؟ مين المسؤول عن ال ال داب صح؟ طب تعالى كده لما نشوف بقى لما يبقى عندنا اديشنال هنشوف هيبقى هو المسؤول عن ال ال داب والكيربروس ولا مين اللي هيبقى مسؤول عن ال ال داب. الله يفتح عليك، هيبقى عندي 2 كيربروس و2 ال داب فاهم؟ خلي بالك بقى اليوزر ده يشاور على اي واحد منهم. خلاص اه الاثنين بيقدروا نفس الغرض. هنقول له احنا عايزين نخش في الادفانسد مود نيكست. طبعا بيقول لك ان الاكتف دايركتوري بتاع الحاجات اللي هي الانتي 4 باك اب وال 98 وال 95
ما بيفهموش الاكتيف دايركتوري ومحتاجين ان احنا ننزل لهم الكلاينت. ايه نيكست. ها احنا كنا في كورس السيرفر خدنا مع بعض ايه هنكريت نيو دومين في نيو فورست صح؟ لا انا عايز في اكزيستنج فورست. عايز اد ايه بقى؟ عايز اد ادومين كنترولر في الاكزيستنج فورست بتاعتي، اللي هو يعني معناها ايه؟ معناها اديشنال دومين كنترول، معناها اديشنال دومين كنترول. طبعا ده بقى التري والتشايلد، انت فانا بقى مع بعض احنا هنتكلم يعني فاهم ايه. ما هو بس هو انا لو شرحت لك البرايمري زون والانتجريتد زون والستوب زون نظري وقعدنا نكتب نظري مش هتفهم حاجه من الاخر يعني، فاهم؟ بس انا بشرح لك عملي على اساس ان احنا ايه تبقى متعايش معايا يعني. هيبدا يقول لك طيب قول لي مين هو الدومين كنترولر او مين هي الفورست اللي حضرتك عايز تدخلنا فيها. ها هقول له ايه؟ سي سي جي دوت لوك. طيب مين هي بقى الكريدنشال بتاعتك اللي من حقها ان هي تعمل اديشنال؟ اي واحد كده يجيب سيرفر يركبه ويقول لك انا عايز اعمل اديشنال من الدومين كنترولر بتاعك نخليه؟ لا، هنقول له ست ونديله كريدنشال. بيقول لك اديني الكريدنشال بتاع الراجل بتاع سي سي جي دوت لوكال، فتقول له ادمنستريتور. طبعا يعني لو مش الادمنستريتور اللي موجود على الدومين كنترولر ما يعرفش يعمل اديشنال. لا طبعا طبعا شافوا كده قال لك احنا فعلا عندنا سي سي جي دوت لوكال نيكست. هيبدا ينزله لك في السايت اللي اسمه الديفولت فيرست سايت نيكست. طبعا هيبدا ان هو يقول لك ايه، انت عايز الجهاز ده يبقى هو عليه دي ان اس سيرفر وحاجه اسمها الجلوبال كاتالوج. الجلوبال كاتالوج دي باختصار يعني على بال برضو ما نتكلم عليها في كورس الاكتيف، الجلوبال كاتالوج دي سيرفيس موجوده عندي بتبقى موجوده ستورد برضو في الحته في الحته اللي اسمها اكتيف دايركتوري كونفيجريشن بارتيشن، الحته بتاعه الكونفيجريشن بارتيشن اللي هي ايه بتاعه السايت. خلاص دي بقى بتبقى جلوبال كاتالوج دي السيرفيس دي بتبقى عندها معلومات عن كل الريسورسز اللي موجوده في الفورست بتاعتي. خلي بالك وكل اللي في الدومينز، يعني لو عندي تري تشايلد الكلام ده. خلي بالك انا ممكن مثلا على سبيل المثال انزل حاجه اسمها اكستشينج سيرفر. الاكستشينج ده الميل سيرفر بتاع مايكروسوفت اللي اقدر من خلاله ابعت واسند ايميلات. خلاص ممكن الميل سيرفر بتاعي ده اللي هو الاكستشينج سيرفر بتاعي ده اللي هو الاوتلوك، خلاص ممكن الميل سيرفر بتاعي ده انزله للفورست كلها يخدم على الفورست كلها، يعني يخدم على التشايلد والتري والكلام ده. السيرفيس اللي هتعرفني الاكستشينج بتاعي موجود فين هي برضه هتبقى الجلوبال كاتالوج، لان الاكستشينج ده من ضمن الريسورسز. شير فولدر موجود عندي في اي حته، الجلوبال كاتالوج اللي هتوصلني بيه. يوزر بعينه عايز اكونكت عليه انا على التشايلد وعايز اكونكت على يوزر في التري، او عايز اكونكت على يوزر في البيرنت بتاعي. عندها معلومات يعني معلومات عن كل الريسورسز اللي موجوده، فاهم؟ فبيقول لك انت عايز الاديشنال دومين كنترولر بتاعك ده شبيهه كده زي نفس مثلا البوست بتاع الدي ان اس يعني، بس اقل من الدي ان اس بشويه. خلاص هيبدا يقول لك انت عايز برضو تشغله جلوبال كاتالوج. طب انت عايز تعمله ريد اونلي دومين كنترولر؟ لا احنا مش عايزين نعمله ريد اونلي دومين كنترولر. فنيجي هنا كده ما فيش، لا ما فيش ريد اونلي في 2003 في ال 2000 بس. هتبدا تسطب الدي ان اس طبعا هنستول الدي ان اس. بعد كده هيقول لك عمليه الريبليكيشن بتاعتنا تبادل المعلومات ما بين الاديشنال وما بين البرايمري. حضرتك هتتبادل المعلومات وتعمل ريبليكيشن ما بين الماستر بتاعنا ازاي او عن طريق ايه؟ عن طريق النتورك اوفر النتورك ولا من ميديا فولدر؟ تبقى حضرتك حاطط لي فيه الداتا بيز بتاعت الاكتيف دايركتوري اللي هناك وريبليكيت من خلالها.
ايه؟ باك اب. هتشوف بقى الكلام ده في كورس الاكتف. تاخد باك اب صوره من الاكتف دايركتوري بتاعك من الداتابيز، حتى هو بنسميها لك اهو ان تي دي اس اللي هي الداتابيز، فاكر الداتابيز اهو ريستور. بتاخد من اللي هي 250 عشان باللوك فايلز، وطبعا هي بتزيد طبعا. تاخد منها ايمج وتبراوز وتحط له مكانها، تقول له مكانها ايه بس، فالراجل ده يبدا ان هو ياخدها ولا هتريبليكيت اوفر النتورك. لا والله بص هقول لك، لو الاديشنال دومين كنترولر ده بتاعك في فرع اسكندريه فعلا، اصل انا بفضل يعني ان انت لو هتعمل سوليوشن زي ده وتبعت اديشنال دومين كنترولر في فرع اسكندريه، تعمله هنا في القاهره وبعدين تصفر السيرفر جاهز، مجرد ان هم يوصلوا عليه كابل بس. ليه؟ لانك لو عملت كونكت عليه من هنا ريموت ديسك توب وتقعد تعمله عمليه الريبليكيشن دي هتاخد وقت كبير قوي، وبرضه هتعمل ترافيك عالي، فاهم؟ ده كان في 2003 كان كده. مايكروسوفت بقى حلتها، قال لك لا يا عم انت اعمل باك اب وخد الباك اب ده على اسطوانه وروح هناك افردها على السيرفر وشاور عليها وخلاص. فنقول له احنا هنريبليكيت اوفر النتورك، بيقول لك طب انت هتريبليكيت مع مين؟ مع الدي سي دوت سي سي جي دوت لوكال. نيكست. بعد كده هيقول لك اهي الان تي دي اس دي الداتابيز واللوك فايلز بتاعتك اللي هما بيحتاجوا 250، دي بتحتاج 200 ميجا ودي بتحتاج 250 ميجا خلاص، ولازم البارتيشن بتاعها يكون متفرمت ان تي اف اس والسيس فول اللي هي بتاعت البوليسز. تمام. نيكست. هيقول لك الباسورد بتاعت الريستور مود، عشان لما تيجي تاخد باك اب. وبعد كده هيجيب لك سامري عن اللي احنا اخترناه كله. نيكست. الثانيه هيبدا يعمل ريبليكيشن، هيبدا يعمل ايه؟ عمليه الريبليكيشن، ينقل المعلومات من الماستر بتاعه يروح للاديشنال دومين كنترول. طبعا بقى انت في كورس الاكتف هتبقى فاهم هو بينقل ايه. احنا هنا خلاص هنقول له بقى ايه؟ ريبوت لما تخلص. تمام كده. ونتريز بقى لغايه ما ايه ما يخلص كده. خلاص كده الاديشنال دومين كنترولر بتاعي نزل، هتبدا ان انت تخش عليه. خلي بالك بقى احنا نوع الزوم بتاعتنا ايه؟ انتجريتد زون. فكلمه انتجريتد زون يعني معنى كده ان الداتابيز بتاعتي ستورد جوه الاكتف دايركتوري. خلاص. فمعنى كده ان لما عمليه الريبليكيشن تمت ما بين الماستر بتاعي وما بين الاديشنال بتاعي، راح ناقل الدي ان اس. لو هي كانت برايمري زون كنت مش هتلاقي اي حاجه، لو هي نوع برايمري زون ما كنتش هتلاقي اي حاجه. ليه؟ لان البرايمري زون دي الداتابيز موجوده عندي هنا لوكالي، الداتابيز موجود عندي لوكالي. ثلاثة دي الداتا بيز واللوك فايل والسيس فول دي بتاعت البوليسي، مالهاش علاقة بالاكتف دايركتوري خالص. تحت السين. بص بس اقفل ده كده. عامل ريستارت للبتاع ده دلوقتي. بص بقى انت لو دخلت على الدي ان اس فورورد لوك اب زون سي سي جي تي سي بي، هبص لاقي ايه بقى؟ اتنين مسؤولين عن الكيرلس صح، واتنين مسؤولين عن ال داب، وبقى اتنين جلوبال كاتالوج كمان اهو. هو لسه في نفس الزون مش مهندس الاديشنال ولا عامل نفس الزون؟
لا بينزل في نفس الزون يا عم، عمل لنفس الزون ايه؟ اهو اسمه ADC Additional Domain Control. تمام كده. وطبعا هتلاقيه في الريفيرز لوك اب زون برضو سجل لنفسه ايه؟ ريكورد. حلو كده. لو جيت بقى دلوقتي هنا كده على الاديشنال دومين كنترولر بتاعي، انا دلوقتي على الاي دي سي اهو الاديشنال، وجيت فتحت الستارت ودخلت على اكتف دايركتوري الادمنستريتيف تولز ودخلت على الدي ان اس، هتبص تلاقي فورورد لوك اب زون، ادي يا معلم سي سي جي، وادي الايه الريفرز لوك اب زون خدناها برضه. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان زي ما اتفقنا مع بعض ان الداتابيز بتاعتنا استورد جوه الاكتف دايركتوري عشان نوعها الطيب بتاعها انتجريتد زون. يعني معنى كده ان انا لو جيت هنا كده وقلت له انا عايز اعمل لك نيو هوست ريكورد، هنسميه مثلا اي حاجة مثلا واي، وديله اي بي 192.168.168.1 مثلا 11. حلو كده. واي اهو لو رحت بقى هنا دلوقتي كده فريش بس كده عمليه، بس بتاخد لها ايه هسايه كده، مين؟ اف 5. تمام شويه كده وهتلاقيها جت خلاص، لان هي الداتابيز زي ما اتفقنا مع بعض استورد جوه الاكتف دايركتوري خلاص. فالداتابيز بتاعت الدي ان اس جوه الداتابيز بتاعت الاكتف دايركتوري بتاعها، ده لو نوع الزون بتاعتي او التايب بتاعها انتجريتد زون. بل انتجريتد زون ثلاث خصائص خاصين بيها، السكيور اونلي، سكيورتي، ستورد جوه الاكتف دايركتوري. طبعا انت هنا بتيجي تختار عم ستورد جوه الاكتف دايركتوري فبيبقى ليها السكيورتي. لا هي بس هي مش عشان هي ستورد جوه الاكتف دايركتوري فلا سكيورتي، لا هي دي خصائص بيها خاصه بيها. ممكن تقفل الوزر ده ونفتحه تاني. واي اهو جه، وريني بقى هنا كده جه في واحده ولسه واهو ماشي كده. تمام كده. فاي بقى تعديل، عارف بقى لو انا جيت دلوقتي كده وعملت ديليت لواي ده من هنا، انا على اديشنال دومين كنترولر، وجيت هنا كده وعملت ديليت لواي ده شويه كده، وبص تلاقيه ايه سمع هنا، يعني شويه كده وتلاقيه جه هنا كده وسمع. تمام كده. فكده انا عندي مالتيبل ماستر، الاثنين ماستر معايا. تمام كده. ده علشان نوع الزوم بتاعي انتجريتد زون. طب لو نوع الزوم بتاعي جيت هنا كده وقلت له تشينج للزون وخليتها نوعها برايمري زون، لو خليت الزوم بتاعتي برايمري زون اقول له بس نان سيكيور بقى اند سيكيور عشان اي حد، فكده الداتا بيز بتاعته بقت موجوده اهي خاصه بيه. ولو دخلت على سيستم 32
دي ان اس ويندوز سيستم 32 دي ان اس كده الداتا بيز بقت موجوده اهي صح. لما تيجي بقى هنا كده عند الاديشنال دومين كنترولر تعالى بقى احنا ايه ندلت الزون دي خلاص في الحته بتاعت الفورورد لوك اب زون ما بقاش عندي زون. الحته بتاعت الفورورد لوك اب زون ما بقاش عندي ايه زون. قال لك طيب كده بقى الدي ان اس ايه او بقى الاديشنال دومين كنترولر ايه. خلاص الاديشنال دومين كنترولر يقدر يعمل اوزنتيكيشن ويقدر يعمل كل حاجه بس الراجل ده ملهوش علاقه بالحته بتاعت الدي ان اس. الراجل ده ملوش علاقه بالحته بتاعت ايه بالحته بتاعت الدي ان اس صح. قال لك طيب نفترض ان انا دلوقتي السوليوشن اللي انا كنت بقوله لك ان انا عايز ابعت الناس اللي موجوده عندي الناس اللي موجوده عندي في فرع اسكندريه عايز احط لهم دي ان اس يعملوا بس عمليه ريزولف من خلاله. دي ان اس يعملوا عمليه ريزولف من خلاله حلو كده. اعملها ازاي؟ قال لك انت مش عملت هنا نوع الزوم بتاعتك نوعها برايمري زون. روح عند الفرع اللي انت عايز تعمل له زون واعمل له حاجه اسمها سكندري زون. طب وظيفه السكندري زون دي ايه بقى؟ لا مش شرط ممكن يكون الناحيه الثانيه اكتف دايركتوري انتجريتد واعملها سكندري. هي البرايمري زون اللي تفرق عن الانتجريتد زون ان الداتا بيز ستورد جواها وان ما فيهاش سكيورتي وان نون سكيور اند سكيور. طب السكندري زون بقى هي عباره عن ايه؟ السكندري زون دي زون موجوده اوريدي عندي جوه الدي ان اس بتاعي بس بتكون ريد اونلي. الزون بتاعتي دي بتكون ايه؟ ريد اونلي. يعني انا لما كريت واي هنا الكريت هناك ولما دلته من هناك هيسمع هنا المفترض صح؟ واقدر اكريت من هناك حاجه تسمع هنا وكل واحد صح؟ قال لك لا ما انت لو جيت هنا دلوقتي كده وقفت هنا كده وعملت له قلت له انا عايز اعمل لك نيو زون نيكست نوعها سكندري زون. فالسكندري زون دي زون علشان خاطر حضرتك ايه؟ تعمل بالانس لعمليه البروسيسنج لللود على البرايمري بتاعك وبتكون ريد اونلي تقرا بس. ايه؟ اهو بص نيكست هديله اسم الدومين بتاعي اللي هو ايه؟ سي سي جي دوت لوك. دي مرايه من البرايمري بتاعي مرايه فاهم؟ مرايه فلازم اديله نفس الاسم. نيكست هيقول لك قول لي الاي بي هقول له 192.168.1.200 صح؟ ايه؟ نفس الاي بي. ايوه طبعا يا عم امال الاي بي مختلف. نيكست فينش حلو. هتبص تلاقي الزون دي عليها علامه اكس صح؟ لانك انت لازم تيجي هنا كده وتقف على تجيب بروبرتس هتلاقي عندك حاجه اسمها زون ترانسفير. هتلاقي عندك حاجه اسمها ايه؟ زون ترانسفير يعني تبادل المعلومات. هنعمل ترانسفير للداتا بيز بتاعت الدي ان اس فلازم تيجي هنا كده وتقول له allow zone transfer to any server لأي حد موجود عندك ولا only to the servers listed on the server name tab. فبص تلاقي عندك هنا server name tab هتلاقي عندك مين؟ الاتنين بتوعنا صح؟ فانت ممكن تقول له ايه؟ لا انت allow zone transfer لأي حد او only بقى زي ايه؟ the following servers وتدخله اللي انت عايزهم فاهم؟ احنا خليها تو اني سيرفر وقول له ابلاي اوكي. بص بقى لما تيجي هنا دلوقتي كده قول له ترانسفير فروم ماستر ايه اللي حصل؟ خد كل حاجه صح؟ بس بص انا لما اجي اقف هنا كده شايف عندي نيو ريكورد والياس وايميل ودومين وديليجيشن ومش عارف صح؟ واقدر اجي هنا كده واجي على واي ده واقول له ديليت صح؟ بص هنا بقى
مفيش اصلا حاجه اسمها نيو. تيجي تقف على ده كده مفيش حاجه اسمها ديليت، شايف؟ لانها ايه؟ ريد اونلي. بص جيب البروبرتس كده، عايز اعدل، فاهم؟ عايز العب في اي حاجه، عايز اقول له انا عايز اخليها برايمري، فاهم؟ انا ممكن اخليها برايمري، انما وهي طول ما هي استب، طول ما هي سكندري زون ما اقدرش اعدل فيها، كل حاجه دمت. اه خلاص بقى، ها اتفهمت؟ انا بقى كيوزر، بص لو جيت دلوقتي كده احنا قايلين له اوبتين اوتوماتيك، لا انا مش هقول له بقى اوبتين اوتوماتيك، انا هدي له 192 168 1 1 وهدي له الدي ان اس 192 168 1 201. مين بقى هو ال 201؟ الاديشنال. الله يفتح عليك. هل الراجل ده يعرف يريزولف؟ عادي خالص يعرف يريزولف طبعا. يعني انا لو جيت دلوقتي كده قلت له بينج اكس دوت سي سي جي دوت لوكال، عمل ريزولف ولا لا؟ لو جيت هنا كده وعايز اعرف من نيم، من اي بي لنيم، قلت له ان اس لوكال، قال لي السيرفر بتاعي ايه؟ 201 صح؟ اقول له 192 دوت 168 دوت 1 دوت 30. ايه اللي حصل؟ ها؟ قال لك ايه؟ قال لك 30 ده اهو صح؟ وقال لك السيرفر اللي انا استخدمته علشان اريزولف مين هو؟ هل اقدر دلوقتي اعمل لوجن؟ اه مش انا بحتاج عشان اعمل لوجن اسال الدي ان اس مين هو المسؤول عن الكيربروس؟ طب تعالى كده نشوف. عملت لوجن صح؟ لما اجي هنا بقى واقول له ست، مين اللي دخلني؟ لا هو اي واحد بقى منهم، ما انت ايوه اي واحد من الاثنين، ما انت دلوقتي الاثنين اهم. افرض بقى ان انا عايز بقى واحد بعينه هو اللي يدخلني، مش انا عندي دلوقتي الاثنين هم بيلعبوا كيربروس صح؟ افرض ان انا دلوقتي عايز مثلا اللي اخش واعمل لوجن من خلاله الدي سي مش الاي دي سي. هو هنا مش هم بس، هو هنا مكان دلوقتي عندك هو على اساس ايه راح الدي سي ما راحش الاسرع اللي بيرد عليه اسرع واللي هو كده او كده مكيشه. اه حلو كده. فلو جيت هنا كده في الكيربروس هبص تلاقي اتنين بيلعبوا كيربروس صح؟ الاي دي سي اللي هو الاديشنال دومين كنترولر والدي سي صح؟ طب مين اللي هيرد على اليوزر؟ الاسرع. الاسرع هيرد على اليوزر. طب افرض ان انا عايز الدي سي بس هو اللي يرد على اليوزر، لما تيجي تقف عليه كده وتجيب البروبرتيز بتاعته بتلاقي عندك حاجه اسمها باريوريتي. فباي ديفولت الباريوريتي بتاعتهم مالها؟ زيرو. خلاص؟ اه. لو انا جيت هنا كده وقلت له انت الباريوريتي بتاعتك واحد، يبقى كده الراجل ده لما حد يجي يعمل عمليه اوزنتيكيشن، يعني بص اخلي ده زيرو وهاجي هنا في الباريوريتي، فين بس الكيربروس؟ اهو هاجي هنا كده واقول له انت الباريوريتي بتاعتك اتنين. كده ايه اللي حصل؟ يبقى اي واحد هيعمل اوزنتيكيشن دلوقتي هيعمل اوزنتيكيشن عن طريق مين؟ اللي هو الاديشنال دومين كنترولر. فانت لو جيت هنا دلوقتي كده عملت لوج اوف،
كايش بس هو. تعالى بس نريستارت كده. حلو كده، ها تمام كده. فانت هنا عندك ايه البريوريتي بتاعتك اعلى، فلما اليوزر يجي يعمل اوثنتيكيشن يعمل اوثنتيكيشن عن طريق اللي ليه بريوريتي اعلى من التاني. خلاص اللي ليه بريوريتي اعلى من التاني اليوزر يوثنتيكيت من خلاله. بص تلاقي بقى تحت البريوريتي كده او في حاجه اسمها الويت. الويت يعني الوزن، فاهم؟ فالوزن بتاع ده اتقل من ده، يعني ده بص ده 100 وده 100. خلي بالك هو لو لقى البريوريتي متساويه بيبص للوزن، حاجه اسمها الويت، يعني اللي انت عايزه الكواليتي بتاعته افضل تشغله عليه هو اللي يبقى ليه الاولويه. يعني مثلا تعلي الويت بتاعه مثلا، فده يبقى ده الافضل. على كده برضو لا، هو المشكلة بس الجهاز ده نفسه احنا بس عايزين يعني لو احنا بس نراستر ده عشان هو يحس كمان. مفترض تراستر الدومين كنترولر عشان يحس بالتغير الجديد هو كمان، فاهم؟ طيب المهم انت بس تبقى فاهم ان اللي ليه البريوريتي الاعلى هو اللي ايه؟ هو اللي بيعمل عملية الاوثنتيكيشن، صح؟ طيب نفترض ان هما تساووا في البريوريتي، يعني ده زيرو وده زيرو. لا، قلت فانا مع بعض الاسرع لليوزر هو اللي هيرد، صح؟ طيب معايا كده؟ عندي بقى حاجة اسمها الويت، الويت اللي هو الوزن. مين اللي من حقه ان هو يعمل اوثنتيكيشن قبل التاني، اللي هو يرد على اليوزر قبل التاني؟ اللي الويت بتاعه اعلى. يعني ده باي ديفولت الاثنين الويت بتاعهم ايه؟ 100. فانا ممكن اجي هنا كده واقول له انت الويت بتاعك 200. فاول حاجه هيبص عليها البريوريتي. لا البريوريتي متساويه ينبصص على الويت، فاللي الويت بتاعه اتقل هيروح يوثنتيكيت اليوزر من خلاله. ايه اللي هو ال 200؟ حلو، ركز بس معايا. طب انا جيت دلوقتي هنا كده خليت الويت بتاع ده 200، حلو، والويت بتاع ده 100، صح؟ وجيت هنا كده ورحت مديله باريوريتي 2 او باريوريتي 1، بقى كده عندي ايه؟ اختلاف في الويت واختلاف في البريوريتي. مين اللي هيرد على اليوزر ومين اللي هيعمل اوثنتيكيشن؟ اللي ليه بريوريتي اعلى، لان هو زي ما اتفقنا مع بعض الخطوه الاولانيه يبص على البريوريتي، لو متساويه يبص على الويت. معايا كده؟ اوبشنز موجوده، تختار اي واحد منهم، يا اما تظبط الويت يا اما ايه بس. معايا يا باشمهندس؟ مفهومه؟ تمام كده. فاي واحد بقى من دول يقدر ان هو يرد على اليوزر، خلاص. فانا باجي بعمل زي ما قلت لك بقى، نرجع بقى المرجوانه، بنيجي نعمل هنا السكندري زون علشان خاطر الزون بتاعتي دي. بص برضو لو جيت هنا دلوقتي هتبص تلاقي شويه كده وهتلاقيها ايه، سماعه التغيرات اللي احنا عملناها. بتيجي تعمل هنا سكندري زون علشان وظيفه السكندري زون تكون ريد اونلي، عشان لو انا بعت فرع اسكندريه اديشنال دومين كنترولر الراجل اللي هناك ما يلعبش في الدي ان اس. ما هو لو لعب في الدي ان اس، لو لعب في الدي ان اس هيسمع عندي، فممكن يبوظ لي الدنيا عندي. هيسمع في البرايمري، فاهم؟ فعلشان كده انا بخلي له كل الدنيا ايه؟ ريد اونلي. لا، ما انا عايزه يكون ادمنستريتور على المكنه. ركز معايا، انا عايزه يكون ادمنستريتور على السيرفر اللي اسمه اديشنال دومين كنترولر. واحد يقول لي ليه ادمنستريتور على السيرفر؟
ادمنستريتور على السيرفر علشان خاطر لو هاردوير ضرب عايز يعرف كارت حاجة، عايز يركب رامة ويعرفها، عايز يسطب ويندوز يعمل مش عارف ايه، فاهم؟ فلازم يكون ادمنستريتور على السيرفر عشان لو السيرفر حصل له مشكلة يقدر يعالجها، ما ينفعش يبقى ليميتد يوزر. وفي نفس الوقت مش هخليه ادمنستريتور على الدومين، فبخليه يعمل ايه السكندري زون دي. وصلت تمام كده؟ طيب لو جيت بقى انت هنا كده وقفت على دي، جبت البروبرتس بتاعتها، طبعا احنا فهمنا السيرفر نيم دي. اتفضل. يعمل كل حاجة. طيب انا كده الموضوع واقف على اليوزر مش على النوع نفسه. ايوه فاهم. مش كده الموضوع له علاقه باليوزر، ممكن الاول ممكن مثلا العب في الحته بتاعت السكيورتي. ماشي، انا بديك اكتر من سوليوشن تقدر ان انت تعمله، فاهم؟ محمد بيقول ايه؟ محمد بيقول طب ما انا ممكن اخليه يوزر عادي وادمنستريتور وما اخلوش ليه علاقه بالدومين خالص. ماشي، بس انا بديك اكتر من سوليوشن تقدر تعمله. السكندري زون دي مش شرط ان حضرتك تنزلها على اديشنال، ممكن تيجي على سيرفر عادي خالص، فايل سيرفر عادي خالص، وتسطب عليه الدي ان اس. هو الدي ان اس لازم ينزل على المكنه اللي بتلعب دومين كنترولر، هو لازم وانت بتسطب الاكتف دايركتوري ينزل على المكنه اللي بتلعب دومين كنترولر، انما ممكن بعد كده تنزله على اي جهاز تاني، على اي سيرفر تاني. فاهم؟ فانت ممكن تنزل السكندري زون دي على فايل سيرفر. هو حتى بيقول لك دي افيلابل اونلي لو هو الراجل ده ال نفس الدومين كنترولر اهو، هو بيقول لك هي افيلابل بس لو الراجل ده. خلي بالك انا مش هنا اعملها، مش انا اعملها هنا دي نوعها سكندري زون، انا ممكن اخليها سكندري زون ودي تبقى انتجريتد زون عادي. يعني هو بص ده انتجريتد وهناك سكندري. عادي خالص، مفيش مشكلة. انت فاهم؟ معايا كده؟ طيب. السكندري زون بقى حاجة مهمة قوي برضو لازم تكون فاهمها وعارفها. احنا اتفقنا مع بعض ان الانتجريتد زون في الحتة بتاعت الابليكيشن بارتيشن جوه الاكتف دايركتوري، وهم بيعملوا ريبليكيشن للاكتف بيتبادلوا معلومات الدي ان اس عشان الدي ان اس ستورد جوه الاكتف. صح كده؟ طب السكندري زون دي الدي ان اس بتاعها مش ستورد جوه الاكتف. لو انا عامل برايمري دي بقت لوكالي، صح؟ قال لك لا، ما هو لما حضرتك بقى بتعمل سكندري زون بتبقى شغاله معاها الحته لما بتقف هنا كده اللي اسمها ترانسفير فروم ماستر، ان الزون الاو زون ترانسفير، فاهم؟ فلما بتيجي حضرتك تشتغل هنا ونوعها سكندري بتتبادل برضو المعلومات مع الماستر بتاعها. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق لما تقف هنا كده على الزوم بتاعتك وتجيب البروبرتس بتبص تلاقي حاجة اسمها start of authority. عن طريق الstart of authority دي بقدر من خلالها ان انا تبادل المعلومات ما بين البرايمري وما بين السكندري، او ما بين الانتجريتد وما بين السكندري. تايها منكم ولا حاجه؟ تايها محمد عاصم؟ ازاي بقى؟ عن طريق حاجه اسمها السيريال نمبر. عن طريق حاجه اسمها ايه؟ السيريال نمبر. بص الستارت اوف اثوريتي دي هتلاقي لها ليها تابه هنا لوحديها، ولو دوست عليها برضو هتديك نفس الناتج، تطلع لك نفس الشكل ده. هنا الستارت اوف اثوريتي اهي برضو، بس بص هنا على الاديشنال ريد بس، اقرا بس. طب ايه بقى وظيفه الستارت اوف اثوريتي؟ خلي بالك بقى يا سيدي ان هنا السيريال نمبر ده اي اكشن انا بعمله على السيرفر بتاعي بيتغير الرقم ده. يعني انا لو جيت دلوقتي كده ورحت عامل هنا
ريفرش، هي اصلا 75 مش 62. هنا بقى كده تعالى نعمل ريفرش كده، ده لسه 63. بص لو وقفنا كده وقلنا له ترانسفير فروم ماستر، يا عم ما فيش ريفرش ولا ايه؟ على بال ما نخلص بس دي كده يكون هو عمل ترانسفير. بص يا سيدي، اي اكشن انت بتاخده على الجهاز ده او على الدي ان اس بيغير لك في الحته بتاعت السيريال نمبر. بيعمل ايه؟ بيغير لك في الحته بتاعت السيريال نمبر. يعني ايه اكشن؟ يعني انا لو جيت دلوقتي مثلا دلت الاكس ده، قلت له ديليت، مش كده اكشن انا خدته؟ المفترض ده كده تبص لايه ايه بقت 76. ما عشان الراجل اللي هناك لما يروح يكلمه، ما هو سكندري زون، يروح يكلم الماستر بتاعه يقول له انت السيريال نمبر بتاعك كام؟ يقول له مثلا 76، يقول له انت، يقول له 63، يقول له اه ده في كذا اكشن تم، خد بقى المعلومات. فلما بيجوا يتبادلوا مع بعض بيتبادلوا عن طريق السيريال نمبر. اه حلو كده؟ اه طبعا. لو جيت بص دلوقتي قلت له انا عايز اكريت لك هوست ريكورد اكس، اديته 192 168 130 ريفرش كده، ايه اللي حصل؟ ده 77 وهكذا. جيت هنا في تيست ده مثلا بدل ما هو 40 خليته 41، كده مش كده تم اكشن؟ ريفرش 78 وهكذا. تيجي بقى انت هنا المفترض ان ده بقى يعني ايه، يحس بقى بالتغير، بيبص على السيريال نمبر يقول له انا كام؟ 63. يوم رايح هنا يقول له لا ده انا 78، يوم مديله المعلومات. معايا كده؟ فلما بتيجي بقى تقف على الستارت اوف اثوريتي دي بيبدا ان هو يقول لك السيريال نمبر بتاعك، فاهم؟ يقول لك مين هو البرايمري بتاعك اللي انت حضرتك هتاخد منه المعلومات، صح؟ فلازم الراجل ده يكون عارف مين برضه هو البرايمري بتاعه اهو، تمام كده؟ ها يعني مين هو المسؤول عننا؟ ما انت خلي بالك انت ممكن تبراوز هنا وتجيب له كمبيوتر تاني، يكون عندك اكتر من اديشنال، يكون عندك اكتر من اديشنال. يعني في كورس الاكتف ان شاء الله هنشوف احنا ننزل 4 اديشنال، نشوف ان احنا ننزل ايه 4 اديشنال دومين كنترول، واحد في سايت، واحد في سايت تاني، واحد في سايت تالت وهكذا، فاهم؟ فممكن انا عندي 2 اديشنال في نفس السايت، 2 اديشنال دومين كنترولر في نفس السايت بتاعي. عايز الناس لما تيجي تريبليكيت ما تريبليكيتش مع الماستر بتاعي، امال تريبليكيت مع مين؟ تريبليكيت مع الاديشنال. فانت ممكن هنا تغير تقول له البرايمري بتاعك كذا، ها، بس هنا بقى المسؤول عن عمليه الريبليكيشن باي ديفولت هو بيقول لك الهوست ماستر، صح؟ لا ابراوز واجيب له واحد تاني. اللي هو الجهاز بتاعك. معايا كده؟ اللي هو الدومين كنترولر بتاعك، كلمة هوست ماستر معناها الدي سي يعني. مش هو ده اسمه هوست؟ الريكورد بتاعه اسمه هوست وهو ماستر، ممكن اغيره بدل الهوست ماستر احط لك اي جهاز تاني، طبعا اديشنال يعني. معايا كده؟ هيبدا يقول لك طيب انا لما اجي ريبليكيت معاه، ريبليكيت معاه كل قد ايه؟ طبعا الريفريش انترفال باي ديفولت كل قد ايه؟ كل 15 دقيقة نعمل عملية الريبليكيشن، كل 15 دقيقة ده الديفولت، انت ممكن تغيرها تقول له كل 15 ساعة،
كل 15 يوم، كل 15 ثانية، فاهم؟ احنا هنخليها مثلا كل 15 ثانية ونقول له ابلاي. ابص بقى لو انا دلوقتي عملت ريفريش كده بقى 79 خلاص كده. طيب اريتراي بقى انترفال امتى؟ تخيل ان انا كل بعد 15 ثانية رحت اكلم الاديشنال بتاعي، فات 15 ثانية ورحت اكلمه، كان بقى الراجل ده بيعمل له ريستارت، اللينكات اللي ما بيني وما بينه واقعه، السويتش بتاعي مهزوز، المهم ما عرفتش اوصل له. اعمل ايه؟ حاول معاه بعد 10 دقايق، حاول معاه بعد قد ايه؟ 10 دقايق، كل 10 دقايق يروح يحاول يكلمه. معايا كده؟ طيب افرض ان انا فضلت اكلمه كل 10 دقايق، كل 10 دقايق، كل 10 دقايق وهو ما بيردش عليا، كل 10 دقايق وهو ما بيردش عليا، كل 10 دقايق وهو ما بيردش عليا، اعمل ايه يعني؟ قال لك خلاص اكسبايرد بقى بعد يوم، ده الديفولت. يعني ايه اكسبايرد بعد يوم؟ هو مش الناس دلوقتي عماله تريزولف من السكندري زون بتاعتي؟ مش الناس عماله تريزولف وعماله تعرف المعلومات والكلام ده؟ طب ما هي السكندري زون دي بقت داتا بيز قديمه. فقال لك انت افضل شغال يوم مع الناس وزي الفل، بعد اليوم ده اكسبايرد خلاص، ما تردش على الناس، لو حد سألك على الدي ان اس كأنك مش موجود. داتا بيز قديم عمالة ريزولف في حاجات مش ممكن تكون، مش انا دلوقتي عدلت تيست ده كان 40 خليته 41، طب الناس عماله تريزولف عليه على اساس ان هو 40 فمش عارفين يوصلوا له، صح؟ لا احسن اكسبايرد. تمام. طيب الدي ان اس بتاعي ده مش وارد ان هو اساله عن معلومه او حاجه يكون هو ما يعرفهاش، او معلومه هو مكيشها، معلومه هو ما يعرفهاش او معلومه هو كيشها، صح؟ ايه المعلومه اللي هو ممكن يكيشها؟ الدي ان اس بتاعي ده انا مشاور عليه هنا على الجهاز، صح؟ الجهاز ده مشاور على ايه؟ على الانترنال دي ان اس بتاعي، صح؟ صح كده ولا غلط؟ طيب انا هنا مش ممكن ده يطلع نت واكتب www.yahoo.com، صح ولا غلط؟ بيجيبه. طب هو ياهو ده موجود هنا عندي ليه ريكورد جوه الدي ان اس بتاعي؟ مش موجود، صح؟ امال ايه اللي حصل؟ ان الدي ان اس بتاعي راح سال دي ان اس تاني، فاهم؟ ايه؟ بس هو يعني احنا ما بنتكلمش لسه، ما اتكلمناش فيها دي، والروت هينس والكلام ده لسه المره الجايه، عشان احنا لسه مش هنخلص الدي ان اس النهارده. الدي ان اس بتاعي بيروح يسال دي ان اس تاني، والدي ان اس التاني بيسال دي ان اس تالت، والدي ان اس التالت بيسال دي ان اس رابع، وهكذا لغايه ما نوصل لدي ان اس هو اللي عنده المعلومه دي والريكورد موجود عنده، فاهم؟ طب بقى مش كل مره هروح اسال الدي ان اس اللي قدامي، هروح بقى ارجع اكلمه تاني؟ يعني انا دلوقتي مثلا كتبت www.yahoo.com فالدي ان اس ما يعرفش ايه، فراح جابولي من بره، سال دي ان اس بره قال له ياهو ده الاي بي بتاعه كام، فراح قايل له الاي بي. بعد شويه راح محمد جاي كاتب www.yahoo.com، هيطلع يسال الدي ان اس تاني؟ قال لك لا، ما هو باي ديفولت لما احنا بنساله اول مره بنقوم جايين مكيشين المعلومه دي، فالديفولت بتاعنا ان احنا نكيشها قد ايه؟ ساعه. فممكن حضرتك تقول له ايه؟ لا انا مش هكيش، مش عايز اكيش، انا عايز اكيشها ثانيه، انا عايز اكيشها يوم. ايه؟ ايوه، ما هو التايم تو ليف بتاع الكاش، فاهم كده؟ ها معايا كده؟ فاقصى مده الدي ان اس ده الديفولت بتاعك ان انت تكيشها ايه؟ ساعه واحده، خلاص؟ طيب التايم تو ليف فور ذيس ريكورد هنسيبها دلوقتي، اشرحها كمان خمس دقايق. لا يا عم، ده دي في الراوترز، تايم تو ليف دي في الراوترز، هنا التايم تو ليف بتاعت الكاش نفسه،
فاهم ان انا كيشت المعلومه قد ايه. بس كان بيقول لك انت اصلا مسيبه مسيبه بس ها اتفهمت ولا وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى السكندري زون بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الحته بتاعه الستارت والسورت. يبص على السيريال نمبر بيريبليكيت مع مين، طبعا ده الريفرش انترفال وان هو ريتراي معاك والاكسباير. فهمت الكلام ده؟ وده الكاش بتاع الدي ان اس معايا كده. طبعا بقى نيجي هنا كده للراجل ده، الراجل ده مش عارف ليه مش حاسس. طب اقول له كده ترانسفير فروم ماستر، طبعا انت ممكن تعملها مانيوال. احنا لو عملنا له ريستارت هيشتغل يعني. ممكن نعملها له ريستارتاي يعني، هي بس بتبقى تهيسات دي. على بال ما يعمل ريستارت نراجع تاني سريعا كده اهو. بص يا سيدي، اتفقنا مع بعض ان التايب بتاعي يبقى نوع اكتف دايركتوري انتجريتد ستورت جوه الاكتف دايركتوري، صح؟ ولازم يكون الدي ان اس بتاعي والاكتف دايركتوري بتاعي على نفس السيرفر، ودي اللي فيها سكيور اونلي وفيها السكيورتي. برايمري زون، برايمري زون دي معناها ايه؟ الزون موجوده، موجوده ايه؟ موجوده لوكال، فبضطر ان انا اعمل له سكندري زون. السكندري زون دي وظيفتها ريد اونلي، صح كده؟ اقرا بس. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الحته بتاعت الستارت والسورتي معايا كده. ايه بقى الستوب زون؟ الستوب زون دي زون موجوده عندي لا فيها ريكورد، ما فيهاش ريكورد ولا بكريت جواها ريكورد ولا بعمل جواها اي حاجه. امال وظيفتها ايه؟ زون موجوده عندي جواها ريكورد واحد. مين هو الماستر بتاعك؟ لما اليوزر اللي عندي يحب يسال حاجه في الدي ان اس او يسال حاجه جوه الداتا بيز بتاعت الدي ان اس، يروح يسال الستوب زون، تقوم الستوب زون واخده بعضها ورايحه للماستر بتاعها سألاه. ما انا هنا مسجل السكندري، ما انا هنا حاطط السكندري، فاهم؟ بس في معلومه عايز اقولها لك في السكندري زون. السكندري زون دي فيها مشكله واحده بس، لو انت حبيت وانت في فرع، في فرع اسكندريه، حبيت ان انت تعمل جوين لمكنه جوه الدومين كنترولر بتاعك، لابد بقى في الحاله دي ان انت تشاور على الماستر، ما ينفعش تشاور على السكندري زون. بتدخل الجهاز الدومين، لابد ان انت تشاور على الماستر، ما ينفعش تشاور على السكندري. واحد يقول لي ليه؟ عشان علشان السكندري دي ريد اونلي. هو انت لو شاورت على السكندري هيجوين الدومين بس مش هيكريت لنفسه ريكورد، فلما حد يجي يسال عليه مش هيعرف، عشان هو ما يقدرش يكريت جوه الستوب زون عشان هي ريد اونلي. فلازم تشاور على الماستر فيجوين نفسه ويكريت لنفسه ريكورد، هوست ريكورد، وبعد كده تخليه سكندري، مش فارقه. او حاجه سهله قوي، خليه على السكندري زون، مشاور على السكندري زون وانت كريت له ريكورد بايديك. ماني وريك في البرايمري بقى في الماستر. الستوب زون بقى زي ما اتفقنا، برضو الستوب زون لما بتيجي هنا كده البروبرتس، يا اما تشتغل مع البرايمري يا اما تشتغل مع الانتجريت. تعال نشغلها مع البرايمري.
لو دخلت هنا كده جوه الدي ان اس، خلي بالك انا لما قلت له عايز اعمل سكندري زون بص السكندري زون بص السكندري زون هنا جواه كل الريكورد اهو صح؟ لقطها اهي ها؟ جواه كل الريكورد صح؟ بص بقى لو انا جيت دلت دي ديليت وقلت له انا عايز اعمل لك نيو زون نيكست نوعها ايه؟ ستوب زون نيكست طبعا هتدي له سي سي جي دوت لوكال نيكست بيقول لك الداتا بيس بقى بتاعتك فين اهي نيكست بتدي له الاي بي بتاع الدي ان اس نيكست فينيش شايف فيها ايه فيها ريكورد ما فيهاش ريكورد امال فيها ايه فيها مين هو الدي ان اس اللي هو مين الدي سي والاي دي سي بس فهمت دي الستوب زون طب وظيفتها ايه بقى الستوب زون لما الكلاينت يحب يريزولف حاجه يروح يكلم الستوب زون تقوم الستوب زون واخده نفسها ورايحه مكلمه البرايمري دومين كنترولر تقول له انا محتاجين نريزولف محتاجين نريزولف من عندك حاجه اكس مثلا ده الاي بي بتاعه كام يقوم البرايمري ردد عليها تقوم الستوب زون رايحه للكلاينت طب واحد يقول لي طب ما كان الكلاينت راح للستوب زون على طول قال لك لا ما احنا هنخلي دي ان اس يكلم دي ان اس ما هي دي تعتبر دي ان اس زائد تاني حاجه الستوب زون لما بتروح تكلم البرايمري دومين كنترولر بتروح تكلمه وتكايش عندها فبص الحته اللي احنا سبناها بقى التايم تو ليف تو ذيس ريكورد باي ديفولت بتكايش قد ايه ساعه برضو طبعا هنا يوم داي واورز ومينتس وسكند فاهم فبت ايه بتكايش ساعه طب الكلام ده صح ولا غلط تعالى كده نبص المفترض دلوقتي ان انا هنا لو جيت دلوقتي هنا كده وقلت له 1200 وركز معايا وجيت هنا وقلت له بينج اكس دوت سي سي جي دوت لوكال اللي تم عمل ريزولف صح طيب لو انا جيت دلوقتي هنا كده وجيت على اكس ده وقلت له ديليت وجيت هنا ركز معايا عشان تفهم بس الستوب زون وجيت هنا وقلت له بينج اكس دوت سي سي جي دوت لوكال ايه اللي حصل عمل ريزولف عمل ريزولف ليه لان الكلاينت باي ديفولت كايش برضه هو كمان ساعه صح انما لو جيت هنا كده وقلت له اي بي كونفج سلاش فلاش دي ان اس وقلت له بقى بينج اكس خلاص مفيش بقى صح كده طيب تعالى بقى كده نشاور هنا على 1201 اللي هي الاستوب احنا اتفقنا مع بعض الاستوب بتعمل ايه الاستوب بقى هي اللي بتكيش صح فلو الراجل ده قلنا له بينج تيست دوت سي سي جي دوت لوكال هو ده مش دوت ده كوما قال لك ايه 41 صح كده طيب تعالى كده نيجي هنا على تيست وندلته المفترض ان انا دلوقتي الكلاينت ده لما اجي اعمله هيريزولف لان الكلاينت نفسه مكيش صح طيب تعالى كده بقى وقول له ايه
ip config flush dns. كده انا فضيت الدي ان اس بتاع مين؟ بتاع كلاينت. تعالى بقى كده اقول له بينج تيست عم استنى ده ابو كوما دي فين هو اللي من اهي اللي من غير كوما ايه اللي حصل كيشها برضو هو مش هو اللي كيشها هو الكلاينت ده بيعمل ايه الكلاينت ده بيروح يكلم الستوب زون بيروح يكلم مين الستوب زون والستوب زون باي ديفولت مكيشها ساعة انت عارف بقى انا دلوقتي لو كده جيت هنا دلوقتي كده قلت له فلاش دي ان اس وجيت تاني هنا وقلت له ده مش اكس احنا مش عايزين اكس جابها برضو صح انما بقى لو رحت على الستوب زون نفسها وقلت لها بقى هي اللي فلاش دي ان اس خلاص شايف تعالى بقى كده هنا قول له برضو فلاش دي ان اس عشان احنا لسه ايه فلاش برضو طب هو ده ايه كله فلاش دي ان اس هنا بينج تيست دوت سي سي جي انا بس عايز اشوف الستوب زون دي شايفاه ولا مش شايفاه مش شايفاه لسه برضو بترد ايه لا يا بس تايسات دي ها ففهمت الستوب زون دي وظيفتها ايه الستوب زون هو سيرفر بيكلم سيرفر سيرفر بيكلم سيرفر ايه هي دي الفكره بتاعته اه خلاص فانت لو جيت هنا بقى جبت البروبرتيز تاني لا عشان استفيد بالكاش بتاع السيرفر اللي هي الساعه معايا كده ولا صعبه يبقى دي القصه بتاعت الزون تايب الكاش بس اه هي الستوب زون دي اصلا مش شغاله عمليا يعني مفيش حد بيشغلها يعني كل الناس اللي بتشغله بيشغل السكندري زون او بيشغل برايمري زون مش حد بيشغل ستوب زون فهمنا كده الزون تايبس دول طيب لو جيت هنا كده فهمت طبعا ايه السيرفر نيم علشان ترانسفير فروم ماستر ايه دي ما هو علشان لما تيجي هنا ما انا بقول لك اهو الزون ترانسفير يرحمكم الله اه عشان بدل ما تقول له تو اني سيرفر تقول له للسيرفر ايه اه بس كده الستارت اوف اثوريتي فهمناها في عندنا بقى حاجة أخيرة الوينز هناخدها إن شاء الله لما نتكلم عن موضوع الوينز سهل الكلام ولا صعب؟ لا مش سهل بس يعني هي كمية انفو محتاجة تتذاكر بس طيب لكم سؤال فيها؟ نكتفي كده بهذا القدر النهاردة ويبقى لنا تكملة المرة الجاية في الـ DNS مع الـ IIS